حذاري أن يقبلن عبد على مولاه وقد نهش عرض مسلم ببنانه أو بلسانه، فإنه لا يعلم السرائر إلا رب الضمائر. إياك إياك أن تكون غنيا بحسناتك ثم تقدم على ربك مفلسا فقيرا حسيرا. أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من ليس له درهم ولا دينار. قال: كلا، المفلس يوم القيامة من يأتي بحسنات كالجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وهتك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.